كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة أن الفساد في المغرب يكلف البلاد خسارة فادحة تصل إلى 50 مليار درهم سنوياً، ما يعادل 5000 مليار سنتيم، رقم مرعب يعكس النزيف الاقتصادي الخطير الذي يضرب الاقتصاد الوطني. المثير للصدمة أن 68% من الشركات المغربية تعتبر الفساد مستشرياً بشكل واسع، لكن معظم المتضررين يفضلون الصمت خوفاً من الانتقام أو لعدم جدوى التبليغ. الفساد يتغلغل في مختلف مجالات الاقتصاد بما في ذلك الصفقات العمومية والتراخيص والاعتمادات، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة الاستثمار والنمو الاقتصادي. الرقم المروع المتمثل في خسارة 5000 مليار سنتيم سنوياً يمثل 10% من ميزانية المغرب، وبالتالي فإن خسارة مبلغ يعادل 10% من هذه الميزانية السنوية هو أمر ضخم، لأنه يعادل ما يمكن تخصيصه لمشاريع رئيسية في مجالات حيوية كالصحة والتعليم والتشغيل والسكن الاجتماعي والفقر والهشاشة. الفساد ليس مجرد قضية اقتصادية، بل تهديد للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. وعلى الرغم من كل الجهود، يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيستمر نزيف الأموال العامة أمام صمت بعض المسؤولين واستغلال الفاسدين؟